ويستمر الدون في التهديف والعطاء. هداف العالم لعام 2023، ما شاء الله، هداف وقائد ومعلم ومثال ابن 38 سنة. في هذا المستوى وهذا العطاء لا يأتي من فراغ، ولكن بصبر وتحدي وقوة إرادية كبيرة من الداخل، ما شاء الله تبارك الرحمن. نافس كبار النجوم هالاند وكين وإمبابي، وتصدر كريس القائمة ب 54 هدف بعد آخر مباراة في الدوري السعودي، حينما قاد النصر إلى فوز مستحق على التعاون، وهو مجموع المباريات التي لعبها الدون مع النصر والمنتخب البرتغالي. ولقد نافس كين 52 هدف، وإمبابي بنفس الأهداف، وهالاند ب 50 هدف الدون، ولكن العملة الصعبة هي التي تكسب في النهاية. ولا ننسى أن الدون أكثر تتويجاً بلقب هداف العالم بمجموع 5 مرات في 5 سنوات، حيث تفوق الدون على ميسي، والذي اكتفى بلقب هداف العالم لمرتين فقط خلال مسيرته الكروية. ويترقب عشاق الدون في هذا العام الحالي تكرار الإنجازات، وتكون 2024 بمثل 2023. وهذا الإنجاز والفوز بهذا اللقب يؤكد دائما أن الدون قيمة وقامة بارزة في سماء المستديرة، وسوف يظل أيقونة تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، وسوف تظل راسخة في العقول. والبرتغال عملت منهج معتمد بتاريخ وإنجازات وقصص هذا النجم لكي يدرس في المدارس البرتغالية، وتعتبر رمز من الرموز العظيمة في البرتغال. ومن مثل الدون كريستيانو رونالدو، على قولة الشاعر الأمير خالد الفيصل، ما هقيت إن القمر مثل قمر، لين شفتك يا شبيه أحلى ملاك. فمان الله.